القاعدة الرابعة من قواعد العشق الأربعون، وهي أين نكتشف الله؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهي تتحدث عن كتاب الطبيعة كمرآة للإله، وفيها لمحات من فكرتي الحلول، حلول اللاهوت في الناسوت، ووحدة الوجود، الله والعالم شيء واحد له وجهان، وهي تحل مشكلة أيهما أقدم، الله أم العالم. تقول إيلاف: يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون، لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو في الكنيسة أو في الكنيس. إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط تستطيع أن تبحث فيه عنه، وهو قلب عاشق حقيقي. فلم يعش أحد بعد رؤيته، ولم يمت أحد بعد رؤيته، فمن يجده يبقى معه إلى الأبد.